بالنسبه للينياريتي فانتوم نفس الكلام برضو، انا ممكن برضو يبقى عندي فانتوم تاني بالشكل ده موجود، ده عباره عن 1 2 3 4 4 4 انواع، بالاضافه للووتر نفسها كمان تبقى ايه؟ تعتبر كمان هي كمان ماده رابعه، ماده خمسه، اوكي؟ يبقى عندي خمس مواد. برسم الكيرف زي ما بقول لكم كده، الكيرف عباره عن الميو بتاعتي فيرسس الايه؟ السي تي نمبرز بتاعتي. الميو بتاعتي ببقى عارفها، ميو اللي هي كل واحده من النقط دي هي المفروض تكون بكام؟ وبشوف الفرق بقى بين النقطه اللي انا قستها من الصوره اللي هو السي تي نمبر اللي انا قسته من الصوره، والايديال كيرف اللي انا مطلعه من السي تي نمبر ايكويشن اللي انا شفتها في الاول، واشوف الفروقات بينها بقى واطلع المين سكوير ايرور، ويبقى هو ده اللينياريتي فيجر بتاعي بيساوي كام.